What's going on? कभी काबू में आके जरा मिल नाच 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 मेरी रानी Why are you standing so far away? Why are you standing here? انباء من قلب الحدث واخبار حصري عن نجوم عالم بوليوود والدراما الهندية. علاقة غرامية وحب سري يجمع بين نور فتحي وأريان خان ابن ملك بوليوود شاروخان، وأسرار تنكشف للعلن حصريا. ما حقيقة مواعدة نور فتحي لأريان خان وكيف علق المعجب على ذلك؟ نجم بوليوود شاهد كابور يكشف حصريا سبب طلب ميرا راجبوت الطلاق منه. ما تفاصيل الخبر وبماذا صرح شاهد كابور لوسائل الأعلام؟ الممثلة التلفزيونية نيا شارما تتجاوز الخطوط الحمراء في آخر ظهور لها، والجمهور الهندي يعلق بغضب. يبدو أن الجرأة والإثارة أصبحت موضة وشيء مطلوب في الهند للحصول على الإعجاب والشهرة، وهذا ما اعتمدته الممثلة التلفزيونية نيا شارما مؤخرا، التي وصل عدد متابعيها على الإنستغرام أكثر من 7 مليون متابعة، إذ قامت البارحة بنشر مقطع حصري اعتبره البعض جرأة ووجده الآخر وقاحة وقلة أدب. إذ ظهرت نيا شارما بلباس السباحة تتباهى بجسدها وتقوم بحركات جريئة ومثيرة، فغالبا ما تقوم نيا شارما بنشر صور ومقاطع جريئة أكثر من اللازم بهدف إثارة الجدل والحصول على الشهرة بطريقة غير لائقة، كما شبهها المعجبون بالممثلة المثيرة للجدل أورفي جافيد التي هي بدورها اختارت الجرأة والإطلالات الغريبة لتصبح أكثر شهرة ونجومية. جانم دیکھ لو مٹ گئی دوریاں میں سوئے تارا ہمیشہ مستارا خليك لو تعج مواقع التواصل الاجتماعي اليوم بأخبار جعلت الجميع في حالة ذهول وتساؤل، والخبر مفاده أن نجمة بوليوود نور فتحي وأريان خان ابن ملك بوليوود شاروخان في علاقة غرامية. وقد جاء هذا الطرح بعد أن قام كل من أريان خان ونور فتحي بنشر صور حصرية مع نفس المعجبة في نفس المكان ومتابعة بعضهم البعض على الانستغرام، إذ أصبح الكل في حيرة من أمرهم ويتساءلون عما إذا كان الثنائي يتواعدان حقا. كما انقسم الجمهور بين من أعرب عن سعادته للخبر وبين من علق على ذلك بغضب، إذ علق أحد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي قائلا: أريد أن يحدث هذا فقط لأرى موقف أنانيا بانداي من ذلك، إذا كان هذا صحيحا فأنا لا أراها مشكلة كبيرة، إنها فقط فجوة عمرية تبلغ 5 سنوات وأريان في منتصف العشرينات من عمرها. كما أضاف آخر معلقا: فأنا أصوت وبقوة نور أفضل بكثير من هؤلاء النجوم الصغار. فبعد انتشار هذا الخبر أصبح المعجبون ينتظرون بفارغ الصبر تأكيدا رسميا من الطرفين وتوضيح حقيقة ما يروج حاليا على مواقع التواصل الاجتماعي. We'll see.
يعد الزوجان شاهد كابور ومير راجبوت من أشهر ثنائيات بوليوود، ويضرب بهما المثل في العلاقات الناجحة والتفاهم. إلا أن نجم بوليوود شاهد كابور كشف حصريا أن زوجته ميرا قد طلبت منه الطلاق في السابق لسبب مضحك. فبعد أن شاهدت ميرا راجبوت شخصية شاهد كابور الغاضبة في فيلم أوتا بنجاب انصدمت وطلبت منه الطلاق على الفور، إذ علق شاهد كابور قائلا: حدث شيء مضحك للغاية عندما تزوجنا أنا وميرا، أخذتها لرؤية فيلم أوتا بنجاب قبل إصداره، وعندما بدأ الفيلم كانت ميرا تجلس بجانبي تماما، ولكن عندما نظرت إليها وجدتها قد ابتعدت عني على بعد 5 أقدام وتساءلت ماذا حدث. نظرت إلي وكان سؤالها الأول: هل أنت هذا الرجل؟ هل أنت مثلها؟ أنا لا أستطيع الاستمرار في هذه العلاقة، أريد أن أنفصل حالا. إذ أكد شاهد أنه أخذ وقتا طويلا لإقناعها بأن شخصية الفيلم لا علاقة له بها، كما أضاف أيضا أن حياة الفنانين صعبة جدا خاصة بعد الزواج. अरे मनोज कितना ही रहा भाई दो तीन अरे हटो क्या बात है आ जाइए क्या जोड़ी है सर सेंटर में देखिए बोथ ऑफ यू राइट शाहिद भाई ईशान मागे राहिला ईशान